هاي زورو شخصية خيالية اخترع الكاتب جونستون ماكولي سنة 1919 بروايته الشهيرة The Curse of Capistrano يلي كان المفترض انه تكون قصة واحدة ولكن نجاح فيلم The Mark of Zorro يلي لعب بطولته دوغلاس فيربانك سنة 1920 أنعم ماكولي يكتب عدة قصص على مدى سنوات طويلة. شخصية زورو هي هوية سرية للدوم دييغو دي لا فيغا أحد النبلاء يلي عاشوا بالحقب الاستعمارية الإسبانية بكاليفورنيا. شخصية شهدت تغيرات على مر السنين بس الصورة النمطية لها هي شخص بيلبس قناع وتياب سود خارج على القانون. هو رياضي رشيء يستخدم سلاحين رئيسيين هن سيفه وكرباجه ليدافع عن الشعب ضد المسؤولين. مين قال انه كاتب زورو استوحى الشخصية من أعمال خيالية؟ بس في نظرية بتقول انه في شخص حقيقي كان مصدر الوحي لبناء هالشخصية. انا قال بشوفكم بكره.